أهلاً أحبائي، بحييكم باسم المسيح من الأراضي المقدسة من بحيرة طبرية. منواصل دراستنا في عظة المسيح على الجبل، وطبعاً هذا المكان مناسب مثل ما شايفين إنه المسيح صنع معجزات حول هذه البحيرة وعاش في هذه المنطقة وخلف المنطقة الشمالية اللي هو جبل التطويبات، والمكان اللي أشبع فيه الآلاف وعلم من هناك. حديثنا في هالحلقة رح يكون عن أطلبوا ملكوت الله. أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة معي وتكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. قال يسوع هذا القول الشهير: ولكن اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شره. لكن اطلبوا ملكوت الله وبره، اطلبوا أولا، اطلب ملكوت الله أولا، يعني بكلمات بسيطة أن نكون منشغلين في حياتنا بأمور الله، والله سيهتم ورح يتولى أمورنا أيضا. المسيح أحبائي كانت رسالته رسالة الملكوت. ابتدأ رسالته قال توبوا وآمنوا، أو توبوا لأن ملكوت السماوات قد اقترب. فاتكلم ووعظ عن هذا الملكوت الجديد. طبعاً المسيح بيتكلم لمجتمع معاصريه اللي في أيامه كان عندهم مفهوم الملكوت إنه يوم من الأيام رح يجي المسيح أو المسيح ويثبت ملكوته أو مملكته على الأرض من أورشليم، وهذا الملكوت رح يتميز بالبر والسلام وأمور كثيرة. وعندما سألوا يسوع عن ملكوت الله قال: ها إن ملكوت الله داخلكم، يعني في وسطكم، موجود في شخص يسوع المسيح. وهذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا وملكا على الحياة والكيان. بيبتدي هذا الملكوت يتطور وينتشر مثل بذرة صغيرة بتنزرع وتصبح شجرة كبيرة تأتي وتتآوى بها كل طيور السماء. فهذا الملكوت اللي احنا بننشغل ومننادي فيه، أو كما قال يسوع لأحد التلاميذ: وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. لكن سياق الحديث في هذا الموضوع هو عن الاهتمام. قال يسوع: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو بما تشربون. بعدين بيقول: لا تهتموا للغد، فالغد يهتم بما لنفسه. وبعالج موضوع الاهتمام، موضوع القلق، وهذا الموضوع هو شاغل جميع الناس. الناس عندها قلق على حياتها، على مستقبلها، وعلى أمور كثيرة. وطبعاً في المناطق اللي احنا عايشين فيها في الشرق الأوسط الناس عندها قلق كثير على الأمور المستقبلية، ماذا سيحدث في هذه المناطق. يعني كل شيء حالياً، يعني الهدوء الذي يسبق العاصفة. لكن المسيح علمنا أنه ما نهتم، ومش معناته لا تهتم أنك تكون غير مبالي أو غير مكترث، لكن ما تخليش الأمور العالمية، الأمور المادية هي اللي تحتل المنزلة أو المكان الأولى في حياتك. انشغل بالأمور الإلهية، انشغل بملكوت الله، وتأكد أنه الله هو مازال على الحكم، بيتربع على العرش، وكل الأمور عم بتصير بخطة محكمة منسجمة لخير الإنسان ومنفعة الإنسان. اطلب ملكوت الله، اطلبه في بكورة يومك، يعني أعطيه أفضل وقت في يومك، اطلبه في حياتك. هذا واجب المؤمن طبعاً، بيتضمن الطلب، بيتضمن السعي، بيتضمن حياة الصلاة والجهاد إنه حتى تطلب هذا الشيء.
لكن أيضا الكتاب المقدس بعلمنا إنه ملكوت الله ليس أكلا وشربا حتى نهتم ونقلق عليه، لأن الرب وعد إنه يعتني بهذه الأمور، لكن ملكوت الله هو بر وفرح وسلام أيضا في الروح القدس. قال يسوع: لا تهتموا لحياتكم، لا تقلقوا، لأنه من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا. وبنفس الطريقة لا تهتموا للغد، الاهتمام والقلق لا يفيد أي شيء، بيقول يكفي اليوم شره، يعني اعمل اليوم ولا تخف من الغد. واليوم راح تواجهه بكل أموره، بكل صعوباته، بكل الأشياء اللي بتمر فيها، اترك بكرة لبكرة ليوم جديد، وخليك مركز على هذا اليوم. أنا بصلي إنه فعلاً إنه اهتمامنا يكون اهتمام الروح، لأنه اهتمام العالم هو عداوة لله. فأنا بدعوك إن اليوم إنه الاهتمام تبعك يتحول بالاهتمام الروحي أولاً في حياتك. The kingdom of God, or as Matthew calls it in his gospel almost all the time, the kingdom of heaven, really is not talking about a kingdom that is far off, distant in heaven after death, but it is Jesus' way of talking about the rule of God in the hearts of people. What is it that God wants to do in all humanity? How does he want to reach in and be present in their daily lives, in their struggles, in their triumphs? And how is his love going to be expressed to mankind? So the kingdom of God is within you, Jesus will say. And then the kingdom of God is about us. It's happening right now. And if you're going to be in that kingdom, if you're going to be someone who is a subject of that king, how are you going to live? What are the qualities that are embraced? What are the rules to follow? قال يسوع: لكن اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شره. لا تهتموا للغد، لأنه مثل ما سمعنا الاهتمام والقلق ما بفيد أي شيء، فقط بيسلبنا الفرصة، بيسلبنا حياة النصرة والغلبة، بيسلبنا من التمتع بالسلام والتمتع بالفرح الحقيقي. يعني اعمل اليوم وما تخافش من بكرة. وأنا عاوز أقول أحبائي إنه كل يوم هو فرصة من عند الرب. هل فكرت أنت اليوم لما صحيت من النوم إنه الله أعطاك يوم جديد، أعطاك فرصة جديدة، أعطاك حياة جديدة ونفس جديد حتى تمجده، حتى تسبحه، وحتى تنشر ملكوته على الأرض. هذا الملكوت أحبائي بيشمل كل المؤمنين في كل العالم. خلي في بالك إنه إحنا مش بنتكلم على دولة، مثلاً في ناس بتقول دولة إسلامية، دولة مسيحية. في الكتاب المقدس ما فيش شيء من هذا الموضوع. الكتاب المقدس بيتكلم عن ملكوت الله، المؤمنين اللي توجوا المسيح ملك، اتربى على عرش كيانهم وحياتهم، فبيعكسوا صورة ونور هذا الملك في حياتهم. والمؤمنين اللي أنا بتكلم عنهم في كل أنحاء العالم، في الصين، في اليابان، في أمريكا، في كندا، في الأراضي المقدسة، في الدول العربية، في السعودية، في كل مكان في مؤمنين بالمسيح يسوع. فمهم جداً إن هذا الملكوت النادي فيه، ونطلب هذا الملكوت حتى ينتشر في حياتنا. لكن شو اللي بعطل الملكوت؟ هو الاهتمامات الأكثر من اللازم. هاي الاهتمامات ما بتفيد شيء، وبنفس الوقت بتسبب لك متاعب نفسية، وكمان نسمع من الأطباء إنه بتسبب القلق، حتى بسبب
أمراض نفسية وبسبب أمراض جسدية. بيسلبك الفرصة بدل من أنك تصلي وتسبح وتمجد الله وأنك أنت في يوم جديد هيك في إشراقة جديدة في حياتك عاوز تمجد الله في حياتك. يقول المسيح يكفي اليوم شره. كل يوم في الحياة رح نواجه متاعب، كل يوم في الحياة رح نواجه الهموم، كل يوم رح نواجه البلايا والمصايب وكثير أمور رح تحدث في هذا اليوم. فلماذا نهتم؟ لماذا نهتم؟ بكررها إنه مش معناته أكون غير مبالي أو لا مكترث في بالأمور اللي بتصير من حوالي، لكن بما معناه إنه عجلة الزمن لا يعني خلاص اليوم اللي بيمضى لا تعود إلى الوراء. كل يوم كل يوم هو نعمة وفرصة جديدة من عند الله. الله أعطاك نعمة جديدة اليوم وفرصة جديدة حتى نسبح ونمجد الله. فالمسيح لما بيتكلم عن لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو تشربون أو بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم. فمكتوب إنه هو يعلم احتياجاتنا، بيعرف إن إحنا محتاجين للأكل والشرب. مش منصلي في الصلاة الربانية خبزنا كفافنا أعطنا اليوم؟ الله بيسدد احتياجاتنا اليومية. لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. قال داود عن اختبار: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير، لأن الرب راعية فلا يعوزني شيء. فلماذا نهتم والرب فعلا وعد بتسديد كل الاحتياجات، وعد يباركنا كل البركات. هو بالواقع باركنا بكل البركات الروحية والجسدية والزمنية، وكل يوم عم بيتعامل معانا بفرصة جديدة بأسلوب جديد بتميز جديد، لأنه كل يوم منستقبل من الرب وفعلا منكون في محضر الرب. فأنا بصلي إنه ربنا يباركك وإنك تتكل على الرب في حياتك وفي هذا اليوم، وتطلب ملكوته أولا في حياتك وما تهتمش للغد. اهتم في يومك حتى ترضي الله وتمجده في حياتك. قال يسوع: اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. في كمان شيء بحبه قاله يسوع المسيح: الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأصاغر أو الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني الكتاب المقدس والمسيح بعلمنا إن يكون عندنا التصرف مثل الأطفال، والأطفال بيعتمد على الأب وبيعرف إنه الأب مش رايح يتركه، وبيعرف إنه كل يوم أبوه رح يسدد احتياجاته. فكم بالحري إحنا أولاد الرب. الرب ما بيتركنا ولا بيهملنا، عينه علينا بيرعانا. لكن أنت انشغل في أمور الرب، انشغل في الأمور الإلهية أولا. أطلب ملكوت الله أولا وما تنشغلش على الأمور الثانوية الثانية، وبيعرف أنه أنت محتاجها، لكن أطلب ملكوته أولا. بصلي إنه هذه الدراسة كانت بركة لحياتك اليوم. إلى اللقاء، وبحب أسمع منك.